بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجهي يصفر خايف ونرعش من قبيله. نرعش وما عادش يد روح. قال لك نقابة أعوان وإدارات تقييم الأمن الوطني بتونس تمهل السيد مهدي المهدي جمعة وبن جدو 10 أيام لإلقاء القبض على الإرهابي الخطير، على كارلوس، على المجرم اللي صعيب التعامل معاه، عماد دغيش. والخمسة اللي صامر ولد الملجأ، يعني شكل قاضية بتاع الدولة الكبيرة اللي قاعدين يمهلوا عليها 10 أيام، عشان المجرم الخطير هذا اللي باش نعطيه للدولة 10 أيام وإلا راهي باش تتصرف النقابات. كي أنتوما سيرة بابا خويا، وين خدام كمال طيف؟ ولا هذاك عارفك؟ ولا هذاك اللي بعثك؟ ولا هذاك اللي قال لك يلزمك تقول هكا وتتصرف هكا مع عماد دغيش؟ كي تسيد بقلادة بابا وقاعدة كل عرش مقطع عروقك انت على عماد دغيش يا نقابة اللاوطنية إطارات وعوان ترشية قيمة الأمن الوطني بتونس يويكم في مع الإرهاب ومع الإرهاب. شفتوا الزوالي هذايا؟ ما عندكم مطعم وما عندكم وين باش توصل. لم أهدد بالقتل ولم أهدد بالسحر ولم أهدد أعوان الأمن. وزارة الداخلية فيها من الشرفاء وفيها من ضاف وفيها نقابات اللي فعلا تخدم لصالح الموظف الزوالي لبسيتي لمطيش في الشتاء عقبة الليالي تحت مطر وطيش في الصيف في الشموسات في الكياسات، هذيك نقابات نظيفة. أما أنتم جرافين وزارة الداخلية، أنتم مجرمين المجرمون بتاع وزارة الداخلية، أنتم العصابات المسلسل تخدموا لأجندات بتاعهم فاتهم، أنتم تحبوا ترجعوا وزارة الداخلية كما كانت قبل، ولكن علاش وطننا لن ترجع وزارة الداخلية، ولن ترجع تونس كما كانت في عهد سيدكم مخلوع، ولادتكم الحجامة هي عصابة الحجامة، هذه واحد. تو نرجع لكم الساعة، لكن مادامني متذكر شو اسمها روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة. روضة العبيدي هذه البارح تعمل في ندى صحفية، تشبه في المحامين تشبيه سلبي بروابط حماية الثورة، روابط حماية الثورة يعني بمجالسها برجال الثورة بالكل إلى آخره، راهو كيف كيف. يا لالا روضة، يا مستقلة، يا مش متحزبة، إذا أنت في الفكر بتاعك روابط حماية الثورة مجرمة وعصابات إلى آخره، يعني سيادتي كي مش تقف قدامك ولا قدام الأعضاء بتاعك، من قبل لا تحكموا علينا وقبل لا ندخلوا عليكم، سي عندنا الحكم، هذوما المجرمة هم جابوا، وين استقلاليتك يا لالا؟ لعلمك أن رجال الثورة وروابط حماية الثورة أشرف منك ومن الرابطة بتاعك ولا من النقابة بتاعك ولا روضة العقيدة. واضح؟ ما خشيناش سيركم وعارفكم، خلينا باش نخشاكم أنتم اليوم اللي كنتوا قبل أنتم الأعصاب بتاعكم كسواء قضاء وإلا هالنقابات هذه الفاسدة. اليوم وليت السودة من حقكم، تعرفوا إيش عملتم أنتم يا النقابات والقضاء إيش عملتوا؟ قاعدين ترجعوا فينا في روح الثورة. بارك الله فيكم في الانجاز هذا، لانه ثم عباد برد شويه وثم عباد بدات تنسى. انتم قاعدين تفكروا فينا بالممارسات تاعكم الاجراميه، قاعدين تفكروا فينا بالممارسات تاعكم الديكتاتوريه وبعصات بن علي، لذلك سوف نعود اليكم. والفيل والقاعده سي تو في اوكرانيا راهو في البال، وان شاء الله باش تنفذ هنا، ومش تهبط على ركايبكم المجرمه هذوما، حاشا الامن الشريف باش ما تخلطوش بين هذا وهذا. نعرفوا الوزارات الداخلية وعندنا لهنا في شيء الكرم وكرتاج إلى آخره الأمن الشريف وموجودين، أما العصابات الفاسدة اللي موشم لهنا واللي يتكلم بالخانات والتراجيدية والعبي فيها أمن موكش أمن، أنت عار على وزارة الداخلية والنقابة هذيا والنقابة الوطنية النقابة اللاوطنية لقوات الأمن الداخلي عار على وزارة الداخلية وعلى الأمن الشريف والجمعية بتاع الأمن الجمهوري أمسيبة وكافة على الأمن الجمهوري والأمن الوطني. نحن لا نستسلم، كنا هيك ونعود هيك، ننتصر وسننتصر ولن نموت إلا بعد ما نقضوا عليكم. واضح؟ واضح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما خفناش ما نعرفكم، مش يخاف من طلعت لهم. السلام عليكم.